أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما رأيكم بترك شرح كتاب العتق بحجة أنه لا يوجد في هذا الزمن؟ يعني تترك الأحكام الشرعية على شان أنه ما يوجد في هذا الزمن؟ يوجد، يمكن يوجد في المستقبل. الحكم الشرعي لا يعطل، ولو كان ما يعمل به في فترة من الفترات يعود بإذن الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.